يعرف المغرب رغم المعيقات وتيرة لنمو اقتصادي يعتبر من أعلى النسب المسجلة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد ساهم المحاسبون دون شك في هذا النمو الاقتصادي الوطني، كما ساهم هؤلاء في إنجاح برامج للدولة كبرنامج مقاولاتي مثلا، وشكل وسيطا بين الخاضعين للضريبة مواطنين وشركات وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراكز الجهوية للاستثمار. وعوض أن يعترف بجميل هؤلاء وتكريمهم، أبى قانون لم يشاركوا في وضعه إلا أن يقصيهم. وقد أصيب مهني المحاسبة بالمغرب بصدمة كبيرة بعد أن صادق البرلمان على قانون 127/12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. شمال المغرب كباقي المناطق المغربية الأخرى عرف حراكا وسط مهني المحاسبة، وأسس بعض المحاسبين جمعية أسكور. رئيس الجمعية يعطينا نبذة عن أعمالها. الجمعية هي جمعية خاصة بالمحاسبين، سميت جمعية المحاسبين بالشمال باختصار أسكون. الهدف ديالها هو جمع يعني الشمل المحاسبين، التأطير ديالهم، الرقي بالمهنة، التنظيم ديالهم، مواكبتهم في مرحلة الاعتماد، لأن كما تعلمون بأن القانون يعني 127/12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد قد دخل حيز التنفيذ، أصبح قانون سريال يستلزم ضرورات كما قلنا يعني تنظيم المهنة، الرقي بالمهنة بالمهنيين، تحسيس المهني بأهمية يعني تطبيق القانون، وكذلك الدور ديالنا ما كيقتصرش على يعني المهنيين، بل أكثر من ذلك يتعداه إلى تحسيس المقاولة المغربية بأهمية يعني تطبيق القانون المحاسبي أو تطبيق النظم التجارية العامة بالمغرب. هذه الجمعية هذه من بعد تأسيس ديالها تمنى وكيفاش بدات يعني في واحد الفترة اللي هي وجيزة وعطت الشيء الكثير، وأول حاجة كسبت الثقة ديال المنخرطين أكثر بكثر التحركات ديالها والتواصل، لحقاش القانون دابا ديجا صدر لا بيبليكاسيون اللي كانت في 20 أوت ديال الجريدة الرسمية. تيبقى المشكل اللي هو ديال الإقصاء لبعض المحاسبين أو المحاسبات اللي غي يخليهم ماشي مندمجين حساب المباراة اللي يعني طرحها القانون اللي ما تتوفرش فيها الشروط ديال المادة 102، وهاد المباراة هذه هي اللي تتشكك في الكفاءة ديال كل واحد حصل على ديبلوم، حصل على شهادات عليا وتتبقى ناقصه وعنده تجربة وكفاءة عالية، وتتبقى ناقصه يعني واحد المدة ديال التسجيل في الضريبي، ربما راه عنده تجربة ديال 20-30 سنة بالحق، ما كانش لانسكريبسيون على باتونت عنده يعني 5 ولا 9 ولا 12، هذا غيخليه يعني من الناس اللي غيجتازوا المباراة. دونك في هذه الحالة هذه يعني القانون جات يطعن في هذه الكفاءات هذو. القانون الذي اعتبره المحاسبون مجحفا فتح مجالا لتكاتل جهود وطاقات من أصحاب هذه المهنة، حيث نظمت مظاهرات وكونت جمعيات للدفاع عن المحاسبين في المغرب. عودة إلى أحد مسيري جمعية أسكون حول الإشكاليات التي خلقها هذا القانون. الحقيقة هذا الشيء راجع عن 2012 بعد وضع مشروع قانون هو يعني أن المحاسبين سيدخلون في منظمة، سيصبح لهم إطار قانوني يشتغلون فيه. المشروع تحط في 2012 وداز عبر الدواليب ديال البرلمان حتى أن وصل اكتملت الصيغة ديالو بعد الحراك الشد والجد ما بين الغرفة الأولى وما بين الغرفة الثانية وما بين المهنيين الذين لم يشاركوا في بلورة هذا القانون، ولكن أعطى الحقيقة أنه أعطى واحد الإطار قانوني لجميع المحاسبين على أساس أن ما يبقاش يدخل المهنة أيا كان يدخل المهنة
مهنه ولات عندها شروط عندها، وهذه في الحقيقه صالح المهنيين ككل. ايه هو القانون ديال 127/12 جا في الحقيقه مجحف، ما مجحف حق المهنيين، نظرا لان الطريقه التي اخرج بها القانون او السرعه التي اخرج بها لم يستشر المعنيين بالامر، استشير عدد قليل من المحاسبين، ولم تطرح كقضيه وطنيه ديال المحاسبين، قضيه وطنيه ديال المحاسبين على الصعيد المغربي. والدوله ما خدتش بعين الاعتبار لا الاحصاء ديال المهنيين، وما خدتش بالاعتبار التنظيم المهني اللي سبق، وحطت واحد الشروط اللي هي الشرط ديال الولوج المحاسب المعتمد عبر امتحان الكفاءة. هاد العملية هذه كان من المفروض انها تفرض الدولة بالسلطة ديالها، انها تفرض على المحاسبين اللي هما اللي غينضاويو تحت هذه المنظمة، تفرض عليهم واحد التكوين المستمر حسب واحد الشروط معينة اللي كطرحها تحطها الوزارة الوصية. ليس أن تحط لك امتحان أنك تمارس 10 سنوات، مثال أن وصلت تن السنة العاشرة غدوز امتحان في آخر قلك ما غتنجحش، ستادير أنك غادي تشد المحل ديالك، غتقفل المحل ديالك، وغادي تولي أنت عرضا الشارع أنت والعمال ديالك. وهذه اللي ربما كاين اخوان اللي ما عندهمش ديك الجرأة اجتياز الامتحان، ولكن عندهم راكمو خبرات وخبرات وخبرات. اذا لا شك ان قطاع المحاسبة بالمغرب كان في حاجة الى تنظيم وضبط وتقنين، لكن القانون الجديد اتخذ دون استشارة اغلب المهنيين. القانون الآن ساري المفعول، فهل الجمعيات لازالها دور؟ مثال على هذا جمعية أسكون. بعد صدور القانون لازالت هناك ضرورة للجمعية. لماذا؟ لأن يعني ما زلنا في المرحلة الانتقالية، الدور ديالنا لازال قائم هو تأطير المهنيين، مرافقتهم، مساعدتهم في هذه المرحلة الانتقالية، توجيههم، تحسيسهم بأهمية الفهم الجيد للقانون. هذه المرحلة الانتقالية طبيعية ستكون مرحلة صعبة، ليست بسهلة، لأن بالنسبة يعني للمصير تاعك ديال المحاسب ما كيعرفش واش غيبقى واش ما غيبقاش. بالنسبة لي احنا باش نزولوا هذا اللبس وهذه الإشكالات اضطرينا احنا الجمعية تحافظ على الجسد ديالها، تحافظ على البنية ديالها، يعني تزيد تطور علاقتها مع المهنيين على أساس احنا باش يكون المواكبة يعني الصحيحة، شرح القانون، يعني فهم الجيد للنصوص ديالو، تنزيل سليم من أجل إحقاق الحق. هذا وقد نظمت جمعية المحاسبين بالشمال أسكون يوم 10 أكتوبر الماضي ندوة دراسية وطنية حول موضوع النظام القانوني للمحاسب المعتمد بين الواقع والتشريع. هذه الندوة تأتي في سياق البرامج والأنشطة التي سطرتها الجمعية بهدف تأطير ومواكبة المهنيين، وشارك فيها خبراء مغاربة متخصصون في القانون والمالية. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال بجمعية أسكون عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الهاتفي الظاهر على الشاشة.